وحلم استراتيجي لبنيامين نتنياهو. حتى الآن هناك بتقديري صاحب متخذ قرار رئيسي ووحيد في إسرائيل هو بنيامين نتنياهو. استراتيجيا يرى بنيامين نتنياهو إلى جانب يعني الدوافع الذاتية التي يسهب الكثيرين في الحديث عنها، هناك يعني اعتبار استراتيجي وأيديولوجي، وحلم استراتيجي لبنيامين نتنياهو هو تعديل الميزان الديموغرافي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بدفع الفلسطينيين إلى الهجرة بتكثيف هذه الحرب وإطالة أمدها. نتنياهو أبلغ قادة جيشه واستخباراته أنه يريد مفاوضات مع حماس بلا صرف زمني وبلا تعهد بوقف الحرب، وأيضا هو يريد حربا ضد قطاع غزة وضمنا على الضفة الغربية وداخل القدس بدون سقف زمني. هو يرى استراتيجيا أن الظروف الدولية مواتية، لديه يعني تفويض دولي ساري حتى الآن ومظلة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مظلة سياسية توفر له الحماية ودعم بالأسلحة والصواريخ لاستمرار هذه الحرب، وهو يعني يرغب في تحقيق حلمه وحلم إسرائيل استراتيجيا، وهو استدراج العالم يعني وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مواجهة مفتوحة مع إيران تفضي إلى القضاء على مشروعها النووي، وأيضا تفضي إلى زج الدول العربية في معركة بين الطرفين.